أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج عالم مارينا. موضوع حلقتنا النهاردة هيكون مختلف شوي، هيكون مفاجأة للناس كلها، ودي حاجة كل البنات بتستناها وكل الستات بتتمناها. طب ايه هي الحاجة دي؟ النهاردة عندنا أكل، الأكل الشعبي الأصلي اللي احنا دايما متعودين عليه، اللي بناكله ومتعودين عليه دايما من واحنا صغيرين. كانت دايما اهالينا بيعملوا لنا الاكل اللي احنا متعودين عليه، المحشي والحمام والفراخ والاكل اللي بالسمنه ومتعودين عليه من زمان. بس طبعا الايام اللي احنا بقينا فيها بقت تحرمنا من الاكل ده. طب نعمل ايه يا ترى علشان خاطر نقدر ناكل الاكل ده ومن غير ما نتخن؟ النهارده ده كله هنقوله النهارده في حلقتنا، وكمان هعلمكم النهارده معلومه حلقتنا هي تركيب الرموش. هعلمك ازاي تركبي الرموش وايه انواعها وايه الفرق ما بين الدايمه واللي هي المؤقته والعاديه. ده كله هنتكلم فيه في حلقتنا النهارده. بس سيبونا الاول نرحب بضيفتنا النهارده معانا، الشيف الهايل جدا، الشيف ندى. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. عامله لنا ايه بقى النهارده اكل؟ عامله لكم فراخ مشويه، عامله لكم محاشي بانواعها، سلطه زبادي، بسكوت باليانسون، وكمان معانا عصير رمان باللبن. رمان باللبن جديدة دي. حلو تحفة. وكمان فوائده كتيرة جدا. الرمان طبعا فيه حديد وفيه يعني كويس جدا، وبالذات للأطفال اللي بيروحوا المدارس. لان دي فعلا بتبقى مشكلة. وانت النهاردة طبعا عاملة لنا المحاشي بانواعها، ما خليتناش عايزين حاجة. بصي، فلفل الوان، كوسة، بتنجان، كرنب، ورق عنب، وفي نفس الوقت مش بكتر الرز وبكتر الخضرة والطماطم والبصل، عشان برضو ما يبقاش رز ياما، ما يبقاش فيه مثلا تخن، ما يبقاش فيه الكلام ده كله. يعني مش بحط نسبة رز ياما، انا اساسي عندي الخضرة والطماطم والبصل، حلو وطبعا قوي. البهارات بتاعتي. والفراخ المشوية طبعا مش بحط لها ولا زيت ولا سمنة، عشان خاطر دي مشوية، عشان تنفع برضو اللي بيعملوا رجيم. جدع جدع، شاطرة. تمام. طب يلا نبدأ بإيه النهاردة؟ هنعمل اقول لك الطريقة. الفراخ المشوية، جبنا فرخة 2 كيلو، تبيناها ببصل وطماطم وزبدية وملح وفلفل اسود وريحان وزعتر وبابريكا ورز ميري. تمام. وبالنسبة عايزين اهم حاجة نعرف برضو طريقة المحشي. طريقة المحشي، جبنا كيلو رز مثلا، يعني او نص رز، جبنا نص رز حطينا عليه مثلا بتاع كيلو ونص طماطم او 2 كيلو طماطم، على حسب ست البيت ما هي بتحب. على يعني حسب المقدار. بصي، هو كل ست بيت مصريه هي شيف في بيتها اصلا، هي ممتازه صح في بيتها، صح دي فهي حقيقة. بتبقى عارفه تعمل كل حاجه. كل واحده بيبقى ليها طريقتها، بس بتبقى ايه بقى، دي ليها طريقه، كل واحده ليها طريقه معينه. طريقتي، بجيب زي نص رز، بحط عليه زي كيلو ونص طماطم، بحط عليه بقدونس، كزبره، شبت كتير بقى، يعني انت مكترة كده بقى من الخضرة، بحيث ان بكتر من الخضره، ما بحيث يبقاش. بكتر من الخضره والحاجات اللي غير الرز. تمام. والفلفل مش بيتخن، الكوسه برضو مش بتتخن، الكلام دوت برضو مش بتبقى سعراتها عاليه، انت فاهماني؟ وبتاع دوت، وبصل وطماطم وبتاع دوت، معلش، لا قولي كل احنا وفلفل عايزين اسود. نعرف كل المكونات، ماشي. عشان اصلا احنا فاهمين كويس قوي ان ايوه. المحشي بياخد معانا يوم كامل. لا بصراحه انا مش باخد معاكم، انا بخلصه يعني بسرعه لا الحمد انت لله شاطره بقى. يعني. احنا عندنا معظم الناس البنات المصريين دلوقتي اللي بيبقى متجوزين جديد، عشان خاطر المحشي تقول لك لا ده النهارده يوم المحشي، سيبوني لا والله ده يوم مش الاول بياخد لاخره. وقت، طالما انت محضره حاجه، طالما انت عارفه تشتغلي كويس وعارفه تعملي كويس بسرعه، هيخلص منك بسرعه، مش هياخد منك وقت. تمام صح. هو وقت بس شويه في الحشو بتاع الورق العنب بتاع الكرنب، بياخد وقت شويه في اللف بس، انما الحاجه التانية كلها سهله. طب ممكن نبدأ دلوقتي سلطة الزبادي اللي هي نبدا سلطه بالخيار. اللي هي بالخيار، سلطه زبادي، خيار، فلفل اسود، ملح، ليمون، زيت زيتون. حلو. برضه زيت الزيتون بحيث انه برضه بيبقى ايه حلو يساعد على يعني، الاكل. بيبقى حلو، بيساعد على اللي بيخسوا بياخدوه. صح تمام. ايوه طب يلا نبدأ. ماشي. طبعا انتوا اكيد منتظرين المفاجأة اللي احنا قلنا عليها، اللي هي ازاي ناكل اكل وفي نفس الوقت ما نتخنش. اول حاجة يا بنات، في اول اليوم بناكل اكل كتير،
يعني بناكل الاكل الصحي بس مش اكل يكون كله نشويات. يعني اهم حاجه لازم تفطري كويس جدا، يعني تاكلي وتشبعي. ليه؟ لان وجبه الفطار دي وجبه اساسيه ومهمه. في ناس كتير تقولك اصل انا مش بفطر ولا بتغدى، بس باجي في الليل وباكل. ده اكبر غلط، ده اللي بيتخن عشان تبقي عارفه. كمان المشكله في ايه؟ ان احنا بناكل وجبه العشاء دي في الليل بنتقل جدا، وده اللي غلط. طب ازاي نقدر بقى ناكل الاكل اللي احنا قلنا عليه ده؟ وبالنسبه كمان للناس اللي عامله دايت ده برضو مسموح ليها. نعمل ايه يا شباب؟ احنا النهارده ما عندنا معلومه حلوه جدا في منتج اسمه اورلي. الاورلي ده هتلاقيه في اي صيدليه وهو مسجل من وزاره الصحه. ده بناخد كبسوله واحده بس قبل الغدا. ده بالنسبه للناس اللي هي بتعمل دايت، او الناس اللي هي بتاكل اكل قليل ونفسها عايزه تاكل شويه محشي، او نفسها مثلا في حاجه محمره، في حاجه فيها نشويات، بتاخد الكبسوله دي. مش شرط، اقول لك مش شرط بانتظام، عشان طبعا احنا بيبقى وقت كده معين بتبقي نفسك تاكلي فيه الاكله المعينه دي، فبتاخدي منه قرص واحد قبل الغدا. ده هتلاقيه في جميع الصيدليات اسمه اورلي، ده بتاخديه قبل الغدا. دي حاجه. تاني حاجه برضو من وزاره الصحه برضو بتتكلم فيها، ان احنا نشرب ميه كتير قوي قبل الاكل. يعني نشرب كوبايتين ميه قبل الاكل حلوه قوي. طب في ناس تقول مش بحب اشرب الميه كتير. لا معلش، دوس على نفسك علشان خاطر الاكل اللي انت بتحبيه تقدري تاكليه، تمام. وكمان برضو في حاجه، وانت بتاكلي ممكن تحطي شويه ليمون على السلطه. وانت بتاكلي الليمون يا بنات بيحرق جدا. لما تيجي تاكلي بتاكلي اول حاجه تاكلي السلطه، تكتري من السلطه قبل الاكل كده. احنا المعده اصلا اتملت من نص الحاجات دي، ملت نص المعده، فانت هتقدري بقى تاكلي اللي انت عايزاه ومش هيتخنك، ماشي. وبعد كده النهارده هنخش تاني في موضوعنا التاني اللي احنا قلنا عليه، موضوع الرموش والاكستنشن. الرموش وايه الفرق ما بين الرموش الدايمه، وايه الفرق ما بين الرموش العاديه، وايه الفرق ما بين الرموش المؤقته. ده اللي هنعرفه النهارده معانا دلوقتي. خليكم معايا. بصوا احنا مبدئيا، احنا طبعا كلنا عارفين كويس قوي الرموش اللي هي قطعه واحده دي، واكيد كلنا عارفين طريقتها، بس في ناس برضو ما تعرفش الطريقه. ده برضو احنا هنقوله دلوقتي. بنجيب الرموش كده، بس احنا مش هنطبقه دلوقتي على الموديل، احنا هنطبق حاجه تانية. بصوا يا بنات، احنا بنبتدي نجيب الرموش اهي، بنطلعها بجفت، او لما مش عارفه يعني ايه جفت او مش عندك اصلا جفت، ده عباره عن حاجه زي الملقوط ده، انت بتطلعي بيها الرموش وبتبتدي تجيبي الجلو اللزق، بنحطه في حاجه مثلا سيب العلبه، عندك غطا تحطي فيها اي حاجه، مش هتفرق انك انت تحطيها في ايه، بس احنا ممكن نحطها هنا في الخاتم ده كده. الخاتم ده برضه بنات عملي جدا في الشغل، بالنسبه لبنات الميك اب ارتست، بالنسبه للناس اللي هي بتعمل دايما تركيب رموش، عملي جدا معاها. بنجيب اللزق كده، بس احنا لما نكون عايزين بقى نركب الرموش، في بنات تقولك اللزق بيقع تاني يوم. طب ايه السبب؟ انك انت بتحطي اللزق وتروحي حاطه على طول. لا، سيب اللزق 5 دقايق يمسك في بعضيه، بحيث انك انت لما تيجي تركبيه يلزق بسرعه. او تجيبي مثلا كده اهو، بتحطي على الرموش كده من بره وبتنفخي فيها، او بتحطيها قدام مروحه دقيقه واحده، وبعد كده بتروحي مركباها للعميل اللي عندك، او للعروسه، او لنفسك وانت في بيتك، او انت ورايحه شغلك، او انت رايحه جامعه، او انت قاعده في بيتك. ركبي رموش، مش وحشه انك انت سهله جدا، ومش مستاهله ان احنا ننزل بيوت الصالون ونعملها. ادي دي اللي احنا المفروض عارفينها وسهله في تركيبها جدا. طب في ناس بتقول لك انا نفسي اركب اللي هي 1 باي 1. طب 1 باي 1 دي ما اعرفش اركبها لنفسي، اركبها ازاي؟ الموضوع يا بنات سهل جدا جدا. بتجيبي كده الملقاط او الجفت اللي موجود عندك، مش شرط انك تنزلي تشتري، بتحطي كده في اللزق، وبتبتدي بتحطي صفي كده وتسيبيها، ما بتضغطيش عليها، لان في بنات بتحطها وتروح ضغطه بالملقاط، ده غلط. سيبيها خالص تنشف وهكذا، تمام. بص بقى، احنا ممكن نجيب برضو كده عشان برضو يكون شكل اوضح شوية.
دي رموش عادية خالص، هدى بيوتي اللي احنا بنلاقيها في اي صيدلية وفي اي مكان. هي بتغمض عينيها كده وبتحطي ولا اي حاجة. بصي نعمل برضو واحدة تاني للناس اللي مركزتش، اهي بتحطي في الجلو وبعدين بتخلي عينيكي مغمضة نص تغميضة، وبعد كده بتحطي الرموش. بنحط سطر، بنخلص اول سطر ده كده، بنخلص اول سطر وبعدين بناخد نص سطر، وبعد كده بناخد السطر اللي تحت في العين التانية، وبعدين نص سطر. تمام كده يا بنات؟ بعد كده تروحوا تبدأوا بقى تعملوا ايه، بنجيب بالملقاط او بالجفت ونضغط بالراحة جدا على الرموش. بالنسبة بقى للرموش دي كده اللي هي ال 1 باي 1. طب في ناس تقول كده ايه الفرق ما بين ال 1 باي 1 والهير باي هير؟ طب انا اروح للبيوتي سنتر اقول له ركب لي اللي هي الدايمة، بيركب لي 20 يوم وبتقع. طب نعمل ايه؟ في دي اسمها ال 1 باي 1، دي معروفة 20 يوم. معانا واحدة تانية اللي هي المفروض الرموش اللي هي الشهرية اللي هي بتكون 3 شهور، ودي يا بنات بيكون ده شكلها، بيكون ده شكلها. تمام؟ بتبتدي بتاخدي برضو نفس الفكرة، بتاخدي من الرموش كده اهو وبتحطي في اللزق، وبتبتدي انك بتفتحي ما بين الرموش بالجفت التاني وتلزقي ما بين الرمش والتاني. دي تقعد معاكي 3 شهور وجميلة جدا وبتثبت معاكي حلوة كويس. كده احنا النهاردة اتعلمنا الثلاث طرق. طبعا احنا برضو عايزين نسأل الموديل بمناسبة الاكل والحلقة بتاعت النهاردة، عايزين نعرف منك مبدئيا بس الاول نرحب بيكي الموديل الجميلة سارة، عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. بصي يا سارة، احنا كلنا بنحب الاكل، وان الاكل ده هي الاكل الشعبي، هي الاكلة العاطفية بالنسبة لنا كلنا. فانت ممكن تكوني كموديل او كشغلك انت ايه اللي تقدري تاكليه وفي نفس الوقت جسمك بتحافظي عليه عشان شغلك؟ بصي انا اغلب وقتي انا بكون خارج البيت، مش ببقى في البيت، فطبعا انا مش بعرف امشي على نظام دايت معين، بس انا بحاول احافظ على اكلي، يعني بقدر الامكان باكل وجبات صغيره، بشرب ميه كتير، بنام 8 ساعات، بنام بدري. بنام بدري، ما فيش حد اصلا بينام بدري، كلنا بننام متاخر قوي. ما بحاول بقدر الامكان، لان يعني افضل حاجه في موضوع اني اخس فيه ساعه بيولوجيه، فدي بتبدا من الساعه 11 غالبا لحد الساعه 2 او 3، فالوقت ده بحاول بقدر الامكان ابقى نايمه في الوقت ده. نصيحتك النهارده لينا جميله جدا يا ساره، وبجد اتعلمنا منها فعلا افكار جديده وحاجه كويسه جدا ان احنا نحافظ على اكلنا، وبرده بنسال الشيف. ايه رايك في الكلام ده؟ كلام جميل طبعا. محتاجين ان احنا فعلا ناكل وفي نفس الوقت عايزين نخس. في حاجات كتيره قوي دلوقتي، حاجات كتيره بتتعمل اللي انت ممكن تخس بيها، بسكوت شوفان، حاجات مشبعه، الشوفان تفطري بيه الصبح، حاجات كتيره، السلطه تكتري في السلطه، يعني سلطه الزبادي دي تعتبر اصلا الرجيم. يعني زبادي وخيار وزيت زيتون وليمون. واصلا الزبادي والليمون مفيده جدا ان انت تقومي الصبح تاكليها. تاكلي الصبح، تفطري مثلا الصبح زبادي بالليمون، او تتعشي بالليل قبل ما تنامي زبادي بالليمون، دي جميله جدا برضو بتحرق. معلومه برضو حلوه قوي اللي وزاره الصحه برضو بتتكلم فيها، بانك تصحي الصبح تشربي كوبايه ليمون بالقرفه او بالجنزبيل مثلا. كوبايه ليمون بالقرفه وبالجنزبيل، وممكن تشربي كوبايه ميه سخنه وعليها نص ليمونه وعليها معلقه عسل نحل. دي كويسه جدا وبتخسس وحلوه جدا. دي كانوا قايلين عليها تقريبا عشان خاطر تخسيس الكرش للناس اللي هي ايوه بيخسوا عليها. والكلام ده كله عندي على فكره معلومات ياما جدا عن التخسيس، لان في دكاتره انا تبعتها ياما جدا عشان التخسيس. فعندي برضو فكره جامده جدا، وبعمل يعني على الجروب بتاعي بعمل للناس حاجات للتخسيس. طب انت دلوقتي الجروب بتاعك اسكندراني والاكل بتاعك اسكندراني؟ اسكندراني، وليا ناس ياما جدا في اسكندريه، وفي ناس من هنا بياخدوا مني كمان كويس من القاهره. انك انت بتوزعي الاكل للناس بطريقه حلوه، بحيث ان الاكل كمان بيوصل سخن. ايوه انت برضو كنت قايله لي كده الاكل لازم يوصل لك سخن عشان تقدري. ايوه طبعا الاكل لازم يوصل سخن عشان تاكليه. وناس بتطلب مني حاجات لاطفالها مفيده جدا، واكل المدارس اليومين دولت حاجات جاهزه، ان هي تطلع لما تيجي من الشغل مثلا، واحده بتشتغل مثلا وابنها بيروح مدرسه وبنتها بتروح مدرسه، تيجي من الشغل تطلع اكلها جاهز كله، ان هي
تسخن صح. اللي هي تنزل فعلا من الفريزر في ناس تعمل بتبقى محتاجه كده فعلا، بيطلبوا مني وبعمل كده على طول يعني حاجات ياما جدا. طب بالنسبه للتوصيل تقدري توصلي لاي محافظه ولا انت في اسكندريه بس؟ اي محافظه، انا بوصل دمنهور وبوصل البحيره وبوصل، وصلت يعني كذا طب حته. احنا هنا عندنا ناس كتيره في القاهره عايزين حبايبي اللي هم عاوزينه، اللي هم عاوزينه اهل القاهره حبايبي كلهم حبيبتي. والله. طب برضو احنا عندنا ارقام تليفونات الشيفه ندى موجوده عندكم على الشاشه، اللي عايز ياكل اكلها حلو جدا، وطبعا احنا لازم هندوق النهارده طبعا. هي كمان عامله خصم 50% لاول 10 متصلين على التوصيل. خصم توصيل لا مش 50%، التوصيل فري خالص. يا سلام يعني اتصل دلوقتي بسرعه والحق احجز. التوصيل فري. طب تمام تمام حلو خالص. انت كده النهارده التوصيل فري يا جماعه، يعني اللي نفسه في الاكل النهارده هياكل والتوصيل بتاعه هيكون فري. يعني اذا كنت انت موجود في البحيره او في دمنهور او في اسكندريه او في القاهره او في اي محافظه ايا كنت، هتاكل الاكل اللي انت عايزه والتوصيل هيجيلك لحد عندك فري. ده حاجه كويسه جدا على فكره، لان موضوع التوصيل بيفرق برضو مع ناس كتيره. طبعا. على فكره انا كنت من قيمه اسبوع كده ولا حاجه، يعني 3/10 كان العيد ميلاد بتاع الجروب بتاعي. كنت لسه مكمله سنه، فعملت التوصيل مجانا وعملت هديه كمان، والناس ما شاء الله يعني تواصلوا معايا واخدوا مني، وفعلا كلامي كان مظبوط وطلعت كل حاجه. وبعدين الحمد لله عندنا في اسكندريه اصلا، وبودي لدمنهور، بس بودي اوردرات عالية يعني كبيره بتكفي ممكن شهر شهرين الناس حاجات في الفليزر. طب لا ما احنا كده هنغير اشمعنى الجروب بتاعك اللي والله عليه هديه بصي هو واحنا خصم بس. والله الهديه كمان. كمان يا سلام. أيوة طبعا. لازم يبقى احنا كده النهارده خدنا منها ايه؟ خدنا منها الهديه وخدنا منها الخصم اللي هو التوصيل مجانا. طبعا هيبقى في اكيد لاي حد توصلي له اي هديه بقى على ذوقك انت بقى. طبعا ليه هديه. ماشي. طب وممكن احنا بقى ندوق؟ دوقي يا حبيبتي. دوقي ساره كده قولي لنا رايك ايه. اكيد شكله حلو، هو كفايه بس يعني كفايه ان هو محشي. طب انا هدوق انا عشان هي شكلها مكسوفه ان هي تدوق، بس انا هدوق. انتوا عارفه. جميل جميل. بس استني ايه استطعم كده الاول. استطعم براحتك. حلو بس تحس انه مش شارب زيت، يعني تحس انه خفيف خالص والله. انا بصي بظبط حاجتي، ناس بتاخد مني بتبقى طالبه حاجات معينه، فانا اتعودت ان انا اعمل حاجتي مظبوطه يعني بقدرها كويس، يعني حاجتي انا بقدرها كويس وبعمل لها امكانياتها مظبوطه ان هي تطلع من عندي يعني فوق النمبر 1، يعني حاجه كويسه جدا، مش ان حد يشتكي منها ولا حد يقول لي ده ناقص كذا، ملحه مظبوط عشان الضغط. الضغط والسكر بيبقى عايز اكل والله معين. فعلا بعمل كده. حلو ان انت بتراعي نقطه زي لا دي. لا لا براعي، لان الناس في ناس كبير، في دكاتره اصلا بياخدوا مني، وفي مهندسين وفي محامين، الناس دي بتبقى عندهم، في ناس عندهم ضغط قاعدين في البيت ما بيقدروش ينزلوا. مامتي تعبانه، مامتي ما ينفعش تاخد حاجه مالحه حاميه مش مسبكه، الكلام ده كله انا ببقى مراعيه الكلام ده كله وبطلعه يعني حاجه يعني كويسه، بطلع حاجتي الحمد لله حاجه كويسه. تسلمي. والناس تشهد على كده الحمد لله. لا وعلى الجروب بتاعي برده إيه؟ اكلات ندوش ليا جروب اسمه ندوش. اكلات ندوش، وليا برده اللي هي الصفحه اللي هو البيج. اسمه برده اكلات ندوش دي، بحيث ان لو حد ما عرفش يتواصل عليكي على ارقام التليفون يقدر يتواصل حتى يتفرج على الاكل بتاعك. لا ويشوف الاكل ايوه طبعا ان شاء الله، وباذن الله قريب باذن الله هعمل ليا برضو قناه على اليوتيوب باذن الله. ان شاء الله. لا ده احنا ان شاء الله هنتابعك، وان شاء الله كمان تكوني معانا هنا تاني. طبعا ان شاء الله. لان الناس لما بتحب حد بتطلب، احنا عايزين حبيبتي. الشيف اللي جالنا ده حبيبتي والله بنستفيد منك دايما يا ندى. طبعا الحمد لله. وهنرجع لكم برضو ان احنا عايزين نتكلم في نقطه تانيه برضو، الناس بتبعت لي شويه اسئله غريبه شويه. طب انا ممكن ابتدي اجاوب على كده كام سؤال ماشي، عبال ما الشيف تجهز بقيه الاكل. في واحده بعتالي بتقول لي جبت صبغه من الصيدليه المفروض ان لونها رمادي فاتح، وحطيتها على شعري وادتني لون اصفر فاتح كاني عامله بودره تفتيح. دي في مشكله جدا في حد ذاتها، وانا واخده بالي ان هي مشكله كبيره انك انت بتكوني جايبه لون وبيديكي لون تاني، بس انت عارفه ده علشان قله الخبره. طب نعمل ايه دلوقتي؟ في حاجه اسمها شامبو رنساج، هتلاقيه في الصيدليه، هتلاقيه في اي مكان انك انت تغسلي بيه شعرك هيديكي اللون الجري. معرفتيش تجيبيه هتروحي للصالون هتقولي اعملي رنساج، بس بيكون تمنه برده قليل جدا وما بيكلفكيش كتير وبيكون حلو قوي. ده بالنسبه للي سالني على الصبغه بتاعه الشعر.
وفي حد تاني بتسألني بتقولي انا عاملة حواجبي تاتو دايم، ينفع اعمل ميكرو بليدنج؟ معلش مش هينفع تعملي ميكرو بليدنج، بس مش هينفع اوقفك عند كده. وانت بتحبي تعملي حاجة لنفسك هقولك ان في حاجة اسمها مايكرو شادنج، دي برضو بتلاقيها في الصالونات وهم عارفين يعني ايه مايكرو شادنج، دي الحاجة اللي تنفع معاكي. وسامحوني ان انا مش قادره اجاوب على بقيه الاسئله اللي انتوا بعتينها علشان وقت في حلقتنا النهارده قرب يخلص، فاحنا النهارده برضو عايزين نتفرج على العرض بتاع الاكل. كده احنا خلصنا العرض كله. ده بسكوت يانسون، انا ما اتكلمتش لسه عنه. اه ده بسكوت يانسون عباره عن دقيق ويانسون وكوبايه زيت وكوبايه سكر وبيكنج باودر وفانيليا وبيض، بس طعمه تحفه جدا، يعني طعمه حلو جدا وخفيف جدا. ده ممكن ينفع في الفطار برضو؟ طبعا حلو مع الشاي مثلا. الناس بياخدوه بيفطروا بيه الصبح. أوه. يعني انا متعوده اعمل للناس كل اسبوع اصلا بياخدوه ويحطوهم عنده في علب بياخدوه يفطروا بيه الصبح. حلو قوي، طعمه تحفه جدا، حلو قوي. تسلم ايدك يا ربنا يخليكي، وانت النهارده نورتينا حبيبتي واسعدت صدقني بلقائك جدا، واكلك من شكله بس حلو، وانا دقت النهارده بنفسي يا جماعه وفعلا صدقوني الاكل كويس جدا وخفيف، اصلا الاكل بينبان يعني الشيء بيبان من عنوانه، وفعلا يا جماعه الاكل بجد حلو. وارقام تليفونات الاستاذه ندى موجوده على الشاشه هتكلموها في اي وقت. ووصلنا النهارده لنهايه حلقتنا، وبشكركم جدا على تواصلكم معانا، وبشكر المودلز الجميله النهارده معانا ساره دايما مساعدانا ودايما واقفه معانا بمعلوماتها الجميله لينا، ونشكر وزارة الصحة ونشكر الناس اللي هي جابوا لنا أحسن المعلومات عن الطب وعن إزاي نقدر ناكل من غير ما ندخل. بشكركم دايما، يا رب غدا ألقاكم في حلقة قادمة. شكرا ليكم، عليكم السلام.